متابعي الكرام في كل مكان، بحييكم وبرحب بيكم. والنهاردة هقدم لكم الكرافت اللي كان في البلوزة اللي اتقدمت قبل كده. كان في تعليق جالي ان الكرافت مش واضح في التركيب، فانا هوضحه لكم النهاردة. بالنسبة للبلوزة، ده دوران الرقبة الامامي والخلفي مركبين في بعض، فانا هقيس الاتنين، هقيسهم بالشكل ده، وهاخد ده شريط الكرافت اللي انا هركبه. هاخد الشريط وهطبقه على بعض بالشكل ده. انا كده طبقته، وهاجي من الناحية من النص هنا، وهحط النص على الرقبة الخلفي برضو من النص بالشكل ده، او هعملهم بالمزورة، بس الطريقة الاسهل اختاريها. ادي الاتنين محطوطين على بعض، ده الخلفي وده الكرافت. طبعا الكرافت مش بيكون بطول الرقبة بس، لا بيبقى بطول الرقبة الامامي والخلفي، وكمان الشريط اللي هيتعمل فيه يونكة. هقيسهم بالشكل ده، وهاخد علامة بالمقص كده. انا قستهم وهاخد علامة بالمقص، هعلم المسافة دي، المسافة اللي هتتركب في الرقبة، ودي المسافة اللي هتتعمل في يونكة. المسافة اللي هتتعمل في يونكة هعمل فيها ايه؟ في البداية انا بعد ما اخدت دوران الرقبة الأمام والخلفي وعملت العلامة بتاعته، هاخد الشريط اللي هيتعمل في يونكة، الشريط التاني ده اللي هيتعمل في يونكة، وهطبقه بالشكل ده على المقلوب، وهقفله. انا كده حاطه الشريط اللي هو بيتربط الفيونكة، وسايبه اللي في النص اللي هو هيتركب في الكرافت، سايباه من غير خياطه. ده الشريط من ناحية، والناحية التانية هعملها برضو. اللي في النص انا سايباه علشان هركبه في الرقبة، اللي في النص انا سايباه. هاخد العلامة التانية، شايفين الطرف بتاع الكرافت، هدخل فيه بنسة او اي حاجة اطلع بيها الكرافت بتاعي، هيطلع بسهولة معايا. انا كده طلعت اول واحدة، نلاحظ ان في النص مفتوح، وشايفين العلامة اللي انا خدتها بالمقص، لازم تبقى بالشكل ده علشان خاطر اعرف اركبها في البلوزة. هعمل التانية،
ده اللي في النص اللي انا سبته من غير خياطة للكرافت، هركبه دلوقتي. دي البلوزة وده الشريط الكرافت اللي هيتربط في يونكا، ودي اللي انا سبتها علشان اركبها في الرقبة. دي العلامة بتاعتها، هبدأ من اول العلامة وهركب. وده شكلها بعد ما خلصت، وده الكرافت بعد ما خلص. ده شكله، اتمنى ان يكون واضح المرة دي. الخياطة اللي من جوه دي هتتعمل سرفلة. ده شكله بعد ما خلص.